من برلين ينضم إلينا يمان الشواف مراسل غد ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات الألمانية بحق الروس في ألمانيا. نعم طبعا لينا، هذه الإجراءات عمليات المداهمة التي كانت لحوالي 24 منزل في مقاطعة ميونخ وكذلك في مقاطعة شمال الراين. هذه الإجراءات التي تحدثت عنها الحكومة الألمانية تتحدث على أن هناك يعني هناك محاولة للالتفاف على العقوبات التي تم فرضها على روسيا وعلى الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشتبه بأن أحد هؤلاء الأشخاص وهو طبعا يعني من الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بهذه العمليات وحاول الالتفاف على العقوبات. وأيضا كان هناك تفاصيل للمدعي العام هنا في ألمانيا بأن عثمانوف وهو هذا الشخص المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تهرب أيضا من الضرائب في ألمانيا، وأن هذا الموضوع يعود إلى سنوات ممتدة من عام 2017 حتى 2022 أي العام الحالي. أي أن الموضوع ليس فقط متعلق بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأشخاص المقربين منه، بل أيضا هي تعود إلى محاولات للتهرب الضريبي لهذا الشخص، وأن هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات مؤخرا من حملات مداهمة واسعة في شملت عدة مقاطعات ألمانية كانت تستهدف بشكل أساسي هذا الشخص والذي يعتبر مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهناك معلومات نشرت ألمانية كشفت فيها على أن هذا الشخص قد نجح في تحويل ملايين الدولارات مؤخرا، وأن ربما هذا الأمر ساهم في الالتفات على العقوبات. من هنا تأتي هذه العمليات الأمنية الواسعة التي شاركت فيها عدة يعني فرق أمنية الشرطة وعدة أجهزة أمنية هنا في ألمانيا، شملت حوالي 24 منزل. جميع هذه المنازل والعقار يقال أنها وفقا لوسائل إعلام ألمانية تابعة لهذا الشخص المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أشكرك جزيلا يمان شواف مراسلنا من برلين.